الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لتقترب من 1500 دينار للدولار الواحد في البورصة الرئيسة ببغداد وأربيل. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد صباح اليوم سعر صرف بلغ 1481 دينارا لكل دولار، فيما استقرت الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 1490 دينارا، أما في أربيل فقد بلغ سعر البيع 1481 دينارا. طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية الجهات الحكومية المسؤولة بتغيير المبيدات المستعملة لمكافحة حشرة الفاكهة التي تهدد بانتشارها جميع البساتين في محافظة كربلاء، داعية إلى سرعة الاستعانة بالمكافحة الجوية للسيطرة على المرض الذي تسبب بخسائر فادحة لأصحابها. وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات في المحافظة جاسم عبد علي عصر المسعودي إن بساتين قضاء الحسينية بالمحافظة لحقت به خسائر فادحة نتيجة الانتشار الكبير لحشرة الفاكهة التي أصبحت وباء خطيرا يهدد بساتين المحافظة برمتها، لما تلحقه من أضرار جسيمة بالتمور ومزارع الفواكه فتجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. وبحسب آخر إحصائية لغرفة صناعة عمان الأردنية، فإن العراق يعد أكبر مستورد للصناعات الأردنية في النصف الأول من العام الحالي. وقالت غرفة صناعة عمان إن صادرات الصناعات الأردنية وصلت إلى 679 مليون دينار أردني، وزعت على العراق بقيمة 246 مليون دينار، تلتها الإمارات بقيمة 131 مليون دينار، ومن ثم جاءت سويسرا ثالثا بقيمة 73 مليون دينار. يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، بعد أن كانت الأردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق. قالت وزارة التجارة التركية أن قطاع المقاولات في البلاد نفذ مشاريع خارج تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7 مليارات و500 مليون دولار. وأوضحت المعطيات التي قدمتها وزارة التجارة أن القطاع تعهد بما يقارب 12 ألف مشروع في 133 بلداً. واحتلت روسيا المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدت بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان، كما برزت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 5.2% بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار. تراجعت أسعار النفط لتمحو مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وكبح الطلب على الوقود بسبب تخفيضات إنتاجات أعلنتها السعودية وروسيا لشهر آب. وانخفض خام برنت بمقدار 14 سنتا ليستقر عند 76 دولارا و11 سنتا للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 دولارا و14 سنتا بارتفاع بلغت نسبته 1.9%. ورجح خبراء اقتصاديون أن تستمر السوق في التحرك في كلا الاتجاهين لبعض الوقت، مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية، متوقعين تداول خام برنت عند سعر 75 دولارا للبرميل. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز برعاية الله.